سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وذكرى عودة السبايا من الشام إلى كربلاء. هذه المصيبة العظيمة على قلوب جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. ومثل ما تشاهدون سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، الزوار الذين يفدون من جميع المحافظات العراقية شمالا وجنوبا وكذلك من كافة البلدان العربية والأجنبية. هذا الطريق هو طريق محافظة بابل المؤدي من المحافظات الجنوبية، ونحن الآن بالطريق إلى كربلاء، ونحن الآن في مدينة الحلة وبالضبط في منطقة نادر الثانية. نحب ممكن نستطلع بعض آراء الزوار والخدام. سلام، نشكر أول ما نشكر الخدام هذه الخدمة الحسينية، وثاني شيء نشكركم كمصورين، وثالث شيء نشكر الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين له فضل علينا، لأن لو مو الإمام الحسين صار حكي ثاني، والإمام الحسين هو يعني رمز الرموز. وإحنا نشكركم، نشكر الخدام بحق الحسين، والله يحفظ. الله يبارك بكم، سلام عليكم زوارنا، سلام عليكم، قواكم الله، الله يساعدكم. تعال هنا، سلام عليكم، قواك الله، قواك الله. انزع عنا نظارتك حتى الله يخليك. السلام عليكم. اول شيء الحمد لله على سلامة. الله يسلمك ويخليك. اي محافظه وفدت؟ انا من السماوه ان شاء الله. اهلا وسهلا، حياك الله واهل السماوه وكل محافظاتنا وكل خدام الحسين وزوار الحسين. نحكي بس اسم جنابك؟ انا ابو علي ان شاء الله من السماوه. حياك الله. احنا نحب نحكي لكم شغله واحده واتمنى العالم كله يسمعها. صدقنا اول البارحه مدت سفره لطول 75 كيلو متر. ما شاء الله. اي 75 كيلو متر. سفرة واحدة وكلها ما شاء الله كلها فتح. أتمنى من جميع العالم، يعني جميع أتمنى من جميع دول العالم تشوف وتسمع. أنا عندي أصدقاء بمصر يقول ماكو ما أنتم ما ذبحون 25 خروف. أحد أصدقائي طبعا بمصر يقول أنتم ما ذبحون 45 خروف ذبحة واحدة للإمام الحسين. قلت له أتمنى تجون تشوفون 75 كيلو، يشهد الله وكلنا فداء للحسين ودماءنا فداء للحسين وقدمنا. بالمناسبه ابو علي، سفره الامام الحسين هي مو 75 كيلومتر، انما هي ممدوده من شمال العراق وحتى جنوبه. ممدوده بقلوبنا بالبدايه، هي ممدوده بقلوبنا، ممدوده بقلوب اطفالنا. عفوا صحح المعلومه انه هي مو 75، هي الان من البصره وحتى عفوا قطعه واحده هذه. اذا هي قطعه واحده، هي قطعه واحده يعني تسددت ل 75 كيلومتر. شاهد الله بام عيني 75 كيلو انمدت السفره، وكل الشباب الاخوان يشوفون. اخوان نصرة الامام الحسين فلنهتف لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. سلام عليكم يا محافظ، حياك الله. باسرة. حياك الله، الحمد لله على سلامتكم. صار لكم ايش قد بالطريق؟ صار لنا يوم ثامن. يوم الثامن، ام حسيتوا بتعب؟ لا ماكو تعب. ما شاء الله عليكم، من اجوا وياك مشاي؟ جماعتي اربعة. الله يقويكم ان شاء الله، واكيد انت تصلي وتقرا قران وصائم. الحمد لله. يعني حتى يشوفون العالم كله اتباع اهل البيت عليهم السلام انهم يصلون، ليس كما يدعون اعداء اهل البيت انهم على دين غير دين محمد، فهم يعني خلينا نقول بالجلفي، نحكي بالعربي بالجلفي، يقولون علينا احنا ديننا خارج دين الاسلام، ما اعرف شنو خارج دين الاسلام، احنا نصلي وقبلتنا هي الكعبه وقراننا هو واحد، اذا ليش هذا الكره علينا هو النصب والكره لال محمد طبعا. الله ينصركم ان شاء الله. اي نعم. منين؟ منين؟ البصره. منين يا محمد؟ نصري. حياك الله، الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله. عندك قصيده؟ تعال على الكاميرا وسمعنا اياها. الله يسلمك. عظم الله اجورنا واجوركم استشهاد ابي عبد الله الحسين، ونعز الامه الاسلاميه المراجع العظام. الله يسلمكم. قصيده يقول: كذب ما مات عدنا حسين، وابد ما غمضت عينه، ولا عباسنا المهيوب طاحت يوم كفينه، ولا حرقه وخيم زينب، ولا هالعطشة تسكينه، ابرهن لك كذب ما مات هاي اول براهينه، طفلنا البعد ما مفطوم الما كملن سنتينه، اذا تذكر لطار حسين قام انتهض من حينه، يشد العزم للوقفه ويشد قوه على جدمينه، هذاك حسين قبره يدلل متيهين بدروب الشجاعه يدق نياشينه، وبعد فن التجاسر يوصل العباس يحلف بي كذب ما فاعل الشينه، المخيم بيت لم الناس بس اهل القلوب تعشق الزينه، ادق ضلوع الاوتاد واحبال شرايينه، واذا قالوا تحوف النار طفيناها من كثره بواجينه، ويظل بينا العشق لحسين وحسين العشق بينا، وتظل سالم يا شف عباس يا الرايد تلاوينه، ونظل نبكي ونمد نهران خافا تعطش سكينه.
نظل نبكي ونمد نهران خافا تعطش سكينه. بارك الله فيك.